سلام، اهلا بكم. الجرايد رزعت لي وهبطت بثقلها على عمك الفخفيخ، وحده تحي وحده تزكي. الصباح تحكي كيفاش في اطار دورها الرقابي على المال العام، ملف التعيينات في القصبه امام لجنه الماليه والتخطيط والتنميه، طالب التونسيين بالتضحيه. رئيس الحكومه يثير جدلا واسعا بتعيين مستشارين برتبه وزير، والمغرب تفسر في مكمن المشكله من وجهه نظرها، قاتلك لا متسيسين كمبانا ولا تكنوقراط تقنويين، الكفاءة. والصحافة اليوم دخلت فيه سيريات، قاتلك في التوقيت المحلي لوباء الكورونا الفخفاخ يبعث برسائل سلبية إلى التونسيين، سقوط أخلاقي وسياسي في إغراق الحكومة بالمستشارين والوزراء، من حكومة الوضوح والثقة إلى حكومة المحاصصة والريبة. هو راهو للأمانة والدقة، وهذوما ما همش أوبسيونات في خدمتنا، التعيين مازال ما صارش إلى حد الآن، أما الخبر خرج من محيط المعنيين، مما يشي بوجود عنصر النية والقرار، وتقعد جزء الإجراءات والرائد الرسمي وذوك. نلاحظوا اللي الانتقادات تمحورت أساسا حول نقطتين: أولا مدى كفاءة الشخصيات المختارة وفي أي ميدان بالضبط يعني، وثانيا التناقض بين مطالبة الشعب وعامة الناس بالتضحية والإيثار، وفي نفس الوقت توزيع المناصب والامتيازات بمنطق المحاصصة والترضيات. فما وسائل إعلام شقيقة وصديقة نقلت عن مصادر حكومية أن رئيس الحكومة تفاهم مع جماعة على قسمة خيان في تعيين المستشارين متاعو، باش ياخو كعبة من كل حزب عضو في الائتلاف الحكومي، وكعبتين من نهضة لمراعاة الأوزان الانتخابية في البرلمان. يعني بعد قسمة البلايس في الحكومة وزراء وكتاب دولة، توا بدينا في قسمة البلايس في رئاسة الحكومة وديوان رئيسها، ومازال راه ردوا بالكم تفلتوا السيزون الجاية كي تبدأ قسمة المديرين العامين والولات وحتى المعتمدين. خطيئة أصلية مستمرة ومتواصلة من الثورة لتو، حتى حد ما حب ينحيها، واللي نربحوه ثقة من التوانسة وانخراط في الديمقراطية من عامة الشعب، نخسروه بالرسائل السلبية متاع المحاصصة واقتسام الغنيمة. وكأني بالطبقة الحاكمة قاعدة تقول لنا راهي السلطة ليه تكليف ليه تشريف، إنها تحتريف أما هوك بطرق قانونية، إنها تبحبيح لنا ولذوينا والأقربون أولى بالمعروف. المشكلة اللي كي تجي تقدم روحك للناس على أساس اللي أنت جاي باش تجيب لنا معاك إعادة الثقة، نورمالمون أول حاجة لازمك تعملها هي تفادي أخطاء السابقين، والكلنا نتذكروا الفصيل الرديء اللي ياما عملوهن النداء والنهضة في الفترة النيابية اللي فاتت على التعيينات، وما عطوناش مناصب وما حطوناش جماعتنا. اي مش انتوما جيتوا باش تقطعوا مع الشيء هذا؟ إيه هاكم مكملين فيه؟ وهنا توا في طنبك الجائحة والكورونا والحجر الأزرق، لهين نناقشوا في تعيين المستشارين والمحاسسة والمصالح الحزبية الضيقة، أش نعمل أنا؟ نندبهم؟ نغلط معاهم؟ نخرق القوانين المنظمة للقطاع؟ يوليدي شبيكم تعملوا معانا هك؟ وهذا الكل مازلنا ما دخلناش في خبيلة الكمامات والإجراءات والإخلالات اللي ماهيش فساد. حتى ذكاش من هدرة ما خلطوش عليها الجرايد اليوم، أما مش مشكل، غدوة نرجعوا لها. وتوا مازال كي جاني خبر عاجل مفاده أني غدوة محتجز هوني حتى المستعطي، لازم الواحد يخلي فوق حويجة تتقرمش يعني، كمام تكويجة برا نخبي وطرف كمامات على شوية إجراءات. فالصحافة هي الاستباق، قالوها ناس بكري. غدوة قل لأمك باش تروح مساعتين يا مجدي.